فأقدم حضارة فيها إنما جاءت بعد مجيء الإمام عقبة رضي الله عنه، فقد وصل إلى مكان عرف بأبوير وهو قريب من مدينة شقيط، وقد كانت به حضارة ولكنها اندرست، وانتقل العمران عنه إلى شقيط. وهذه المدينة سادت حضارتها العلمية والتجارية، ومكثت قرونا ذات شهرة في تلك المنطقة، ولهذا سمي البلد كله باسمها، كما سميت الجزائر كلها باسم مدينة واحدة وهي الجزائر، وسميت تونس كلها باسم مدينة واحدة وهي تونس، وهكذا في أماكن شتى تشتهر مدينة واحدة يسمى البلد باسمها، والعكس صحيح. فالقطر الذي يسمى الآن بمصر، مصر في الأصل هي المدينة التي تسمى الآن القاهرة، وإنما سماها بذلك الفاطميون عندما جاءوا إليها وغلبوا عليها وبنوا مدينة جديدة فيها، وهي العاصمة التي سموها القاهرة، ولكن هي اسمها مصر كما سماها الله في كتابه، هذه المدينة اسمها مصر، ولكن أطلق هذا الاسم على القطر كله.